حاجه بسيطه بقى، الانسان يجي يسيب الكره الارضيه نفسها ويطلع بره. كان زمان الاثنين يكلموا بعض اشكاليه كبيره جدا. دلوقتي الكره الارضيه كلها بقت كونكت، في اي لحظه انت كونكت باي حد في اي حته. اختراع العربية ده اختراع كبير. النهارده الإمكانيات اللي موجودة في العربيات فوق الحقيقة. الدنيا كانت عبارة عن طوابير قوية كل حاجة. بس كله بقى أونلاين دلوقتي. تصور صورة دي الطريقة اللي الناس بتصور بيها لحد الأحداث بتاعتها. دي الطريقة اللي الناس بيعملوا بيها العمليات. دي الطريقة اللي بنعقم بيها الأدوات. حدود الإنتاج كانت زمان كده تعتمد على العمل البشري الكلي. القطار كان هو العامل المشترك، هو التكنولوجي في كل الآلات اللي احنا شفناها دي. ده اللي الناس متخيلاه. ايه رايكم في الفيديو اللي احنا شفناه؟ كويس؟ لطيف؟ تفتكروا من الحاجات اللي احنا شفناها دي الحته اللي ولا هي امريكا ولا هي اليابان ولا هي روسيا ولا هي جنوب شرق افريقيا، الشرق الاوسط اللي فيه العالم الاسلامي، كان دوره ايه في اللي حصل في اللي احنا شفناه؟ ما كانش ليه دور في الحياه، ما كانش ليه دور خالص، ميت زي ما احمد كان بيقول. الحته دي ميته. ميته ليه؟ ميته لاسباب كتير جدا. اولها احنا ميتين وبعدين هما بيموتونا زيادة. عشان احنا نفرق عشان نصحى لازم زي ما احنا بنقول ما نشتغلش كافراد. نشتغل ككتل. كتل بتتحرك بتبني. التطوير اللي حصل ده جاي ان كل واحد بيراكب اللي وراه. احمد زويل لما كان خد الجائزه بتاعت نوبل بيقولوا له ايه الفرق ما بين العالم بره وبين الدول اللي عندنا؟ وهل الناس زمايلك اللي ما خدوش جائزه نوبل دلوقتي بيحكوا عليك بيتعاملوا معاك ازاي؟ قال لهم في الحقيقه المنافسه في كل حته، كل واحد في العالم الطبيعي اي شخص طبيعي عايز يتفوق، عايز يبقى احسن واحد في الدنيا. ولكن بره بيتنافسوا ويزقوا بعض لفوق. احنا بنتنافس ونكسر بعض. انا لو انا مش عايز ابقى الاول هحاول اخلي الثاني ما يطلعش هو الاول، نقع كلنا. طب ازاي؟ ما بننجحش بعض اكتر ما ازاي ننجح؟ الانتاجيه بتاع اي عمل جماعي في العالم بتاعنا قليله. اي عمل جماعي جروب نادي شركه وخلافه. النهارده هنتكلم على الشركات وهي نموذج من اي نماذج كتير لاي عمل جماعي. ليه مش ناجح؟ عشان الافراد وعشان ما بقدرش ابني حاجه ثابته تتطور لوحدها بعد شويه الى حاجه اكبر. النهارده هناخدكم جوه الانتربرايز بزنس ابلكيشن ونشوف هو بيعمل ايه. الرسمه دي مقصوده. اي شركه او اي جماعه او اي عمل جماعي عشان يدور ويدي نتائج سريعه زي ما شفنا في الفيديو اللي فات لازم يبقى ده الروح بتاعه العمل الجماعي. لازم يبقى كل واحد حاسس ان هو ترس والكونكتد للترس الكبير والتروس الاخرى وكلهم بيلفوا في اتجاه واحد. كلهم بيكملوا الصوره ما بتوقفش الدنيا عند حته معينه. الشركات عموما بتتصنف كذا تصنيف. في تصنيفات كتيرة قوي. لما باجي اتفرج عليها ممكن اقول في حاجه اسمها فاست موفينج كاستمر جودز. النهارده هنقول مصطلحات كتير.
وانت هتبقى عارف بعد كده تاخد خطوه اللي بعد كده ازاي. هل في حاجه انت انترستد فيها تكمل فيها، تخش تدرس فيها، تاخد فيها ديتيل كورس او تقرا او تتخصص فيها او لا. ف يمكن نعدي علينا مصطلحات كتير، هحاول كل مصطلح اقوله اشرح معناه. ففي نوع من الشركات اسمهم فاست موفينج كاستمر جودز، الشركات اللي بتشتغل على برودكت سريع بتنتجه وتبيعه والانسان بيستهلكه، زي شركات الاكل والشرب، بسكويت وشوكولاته، كوكاكولا، بيبسي، زبادي وهكذا. وحاجات ثانيه اخرى، اي حاجه الاستهلاك الادامي ليها سريع بيستخدمها بسرعه. ده مجال من مجال الشركات. في شركات ثانيه تلكو، كل ما هو خاص بالتليكوميونيكيشن، موبايل وتليفون وتي اي وخلافه. بانكينج ده عالم اخر من الشركات. اول اند جاز عالم ثالث او رابع. حد يقدر لنا كمان امثله؟ سيكتور ثاني من الشركات بيبقى زي ايه مثلا؟ بنفس الطريقه كده، نفس طريقه الكلاسيفيكيشن ديت. هيفي اندستري. الهيفي اندستري. تمام احمد؟ لا ما تخشش ولا ايه؟ فارماسيوتيكال. فارماسيوتيكال ده عالم ثاني لانه عنده قصته. ها؟ عالم رابع. اديوكيشن. صح طبعا. كل واحد من دول له خصائص معينه، فلما باجي اتعامل معاه لازم ابقى فاهم انا جوه انهي سيكتور. ايه تاني؟ في كتير. كونستراكشنز. يمكن توصل كونستراكشنز. صح. سبورتس. سبورتس. حد بيقول سبورتس. سبورتس. ماشي. ايه تاني؟ احنا قلنا الاديوكيشن. صح؟ هوسبيتاليتي. ايه رايكم؟ هوسبيتاليتي. طب ايرلاينز. كل واحده من دول ليها خصائص معينه، ليها تحديات معينه. فدي طريقه من طريق من طرق الكلاسيفيكيشن. في طرق ثانيه للكلاسيفيكيشن. هو كل سته من دول ممكن يبقى عندنا انتربرايز ضخم، ممكن يبقى عندنا ميديم سايز، ممكن يبقى عندنا سمول سايز، ممكن عندنا شركه صغيره، ممكن تبقى شركه متوسطه، ممكن تبقى شركه كبيره. مالتي ناشونال ممكن تبقى كبيره او صغيره، مالهاش علاقه. مالتي ناشونالز دي مش بالضروره ان مالتي ناشونال تبقى شركه عملاقه. لا، ممكن تبقى مالتي ناشونالز وعندها شركه فرع منها ميديم سايز موجود في حته من في مكان من الاماكن. في مصطلح بيستخدموه الناس بتوع البيزنس كتير اسمه اس ام اي او اس ام بي. سمول اند ميديم سايز بزنس او سمول اند ميديم سايز انتربرايز. الاثنين حاجه واحده، بس هو ساعات الناس بتستخدم دي وساعات الناس بتستخدم دي. يمكن شويه في اوروبا والورلد بانك وورلد تريد سنتر واليونايتد نيشنز بيستخدموا المصطلح بتاع اس ام اي. فلما نلاقي اي كتاب او اي حاجه بيتكلم بيقول ان السوفت وير ده مناسب اكتر للاس ام اي بزنس، يعني ده مناسب للميديم سايز بزنس او الاس ام بي بزنس، هو هو بس هي مصطلح مختلف. يمكن امريكا شويه بتستخدم اس ام بي. فكلمه اس ام اي او اس ام بي المقصود بيها سمول اند ميديم سايز بزنس. طيب لو اتكلمنا شويه على الفاست موفينج كاستمر جودز، هناخد مثال من الامثله اللي احنا قلناها دي ونحاول نفهمه بعمق عشان ننام عليه يعني ايه اي تي بزنس ابلكيشن. هنتكلم شويه على الفاست موفينج كاستمر جودز عشان دي اكتر حته انا بفهم فيها. باختصار شديد، اي شركه من الشركات دي تشتري رو ماتيريال تخزنها وبعدين تصنعها في المصانع المختلفه وبعدين ترجع تخزنها تاني وتعمل لها ديستريبيوشن كفينش جود وتبيعها. دي دورة العمل بتاعت اي فاست موفينج كاستمر جودز. كل الكلام ده بيبقى له فاينانشال ايمبكت. كل الكلام ده محتاج فاينانشال كنترول. لما هتيجي تشتري، تشتري بسعر كام؟ كميات ايه؟ تقبل بضاعة شكلها عامل ازاي؟ ترجعها امتى؟ امتى تقبل وامتى ما تقبلش؟ وهكذا. لو انت هتيجي تخزن، هتخزن فين؟ هتستخدم انهي طريقة في التخزين؟ هتطلع بضاعة فيرست ان فيرست اوت ولا هتعمل ايه؟ هسعرها ازاي؟ نفس الكلام. لو انت هتنتج، الانتاج بتاعك الكوست بتاعته شكلها عامل ازاي؟ الاوفر هيد بتاعتها شكلها عامل ازاي؟ وخلافه. هتتعامل مع الباي برودكت والفريم والحاجات الاخرى ازاي؟ المنتج بتاعك بعد ما بتنتجه بتخزنه فين؟ بتوزعه ازاي؟ ايه الطريقه؟ ايه الروت تو ماركت بلان او استراتيجي بتاعتك؟ الروت تو ماركت يعني انت بعد ما انتجت البضاعه عايزها في الاخر توصل للكونسيومر، هتوصلها له ازاي؟ هتبيع بنفسك ولا من خلال ستورز ولا من خلال ديلرز ولا من خلال ايه؟ فهي دي بتتحط في الحته دي. بعدين وانت بتبيع، البيع النهائي بتاعك، الكونسيومر بياخد البضاعه بتاعتك وبيديك فلوس، بتحصل فلوس، بتحاول تدي كريدت، بتحاول تدي كاش، ايه اللي بيحصل في السيلز؟ كل ده محتاج فاينانشال كنترول. فدي دوره العمل اللي بتتم في فاست موفينج كاستمر. طيب زي ما احنا اتفقنا في الفيديو اللي احنا شفناه، احنا عايزين الشركات دي
في شركات سابقانا كده وشغاله بقى لها 200 سنه في المجال ده. فين دور الاي تي؟ بما ان احنا ناس بنقول عايزين مش نهتم بالحته بتاعت الاي تي، فين دور الاي تي جوه الموضوع؟ الحقيقه اتش بي عملت ستادي حلو قوي بيتكلم عن الحته دي، وبيقول الاستادي دي بتقول ان الاي تي مر بثلاث مراحل. المرحله الاولانيه كان اسمه تكنولوجي بروفايدر. يعني ايه تكنولوجي بروفايدر؟ يعني الناس بتوع الاي تي سواء كانوا جوه الشركه او الشركات اللي بره يروحوا للفاست موب كاستمر بوت ويقول لك ايه، خد سيرفر اعمل 1 2 3، اعمل نتورك تعمل 1 2 3 4، خد برنتر كبيره تطبع لك الورق بسرعه جدا. فكان دور الاي تي از تكنولوجي بروفايدر، بيدي التكنولوجي لعالم البيزنس ده يقول له تعمل ايه في البيزنس. بعد شويه الموضوع ما وقفش هنا، بعد شويه ابتدى يخش في حاجه اسمها سيرفيس بروفايدر. يعني ايه سيرفيس بروفايدر؟ يعني مش بقول لك بس خد الديفايس ده، لا ده انا بقول لك الديفايس ده يشتغل ازاي. فلو انا مثلا هديكم مثال، لو انا عندي فاكس سيرفر، مكنه فاكس كبيره، بدل ما اقول له خد الفاكس ده، لا انا هركب عليها سوفت وير وبعدين اقول له لو انت عايز تبعت فاكسات ممكن تخلي الفاكس ده يأوتوميت كل الفاكس بروسيس بتاعك. فلو الفاكسات جايه انت هيستقبلها وبيز على الرقم يبعتها لك على الميل فيروح للموظف. فبقت الشركه الفاكس سيستم بتاع الشركه يسمح الموظف يجيب الفاكسات بتاعته على الميل من غير ما يبقى مستني الفاكس والورق والهارد كوبيز والسايت اللي انت متخيلها، او العكس. وانا قاعد على الكمبيوتر بتاعي كتبت الفاكس بتاعي وعايز ابعته، ادوس على زرار هو هيروح من البي سي بتاعي الى الفاكس سيرفر، الفاكس سيرفر يبص على انهي خطوط التليفونات اللي فاضيه ويبعت ويتاكد انه راح، يبعت لك تكنولوجي سيرفيس. فهو بيبروفايد سيرفيس، ما بقاش الموضوع تكنولوجي اني مور. واضح الفرق ما بين التوليز دول؟ واضحه. في الاولاني الناس بتقول خد دي هتنفعك، خد الجهاز او السوفت وير او او او. الثاني لا، بيقول له السيرفيس تمشي ازاي. اللي حصل بعد كده ان الناس دخلت قريه حتى يقرر الموظفين اللي عنده زي يستعملوها زي مثلا عندهم السيرفر جاهز او النتورك جاهزه، بس هقول لك كمان شغاله ازاي. هو المايند سيت ازاي؟ هنا بيقول الموضوع البيزنس هيستفيد منه ازاي؟ هنا بيقول لك دي مواصفاتها ايه؟ يعني لو انا دخلت اي شركه من الشركات ولقيت الناس لما بيجي ناحيه الاي تي بيقول له البي سي اللابتوب ده مواصفاته 1 2 3 4، يبقى هو بيتكلم هنا. لو بيقول له النتورك دي بتعمل كذا، فيها باند ويث قد كده وفيها 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 وفيها، بيتكلم هنا. دي المايند سيت بتاعت الاورجنايزيشن دي. كلنا لازم نبقى فاهمين عشان انا اقدر اتطور لازم ابقى عارف انا واقف فين. فاي شركه من الشركات الناس لما عملوا الكلاسيفيكيشن دي لو انا فاهمها كويس لما ابص على الشركه اشوف الدنيا شغاله ازاي اقدر اكلاسيفاي الشركه في اللاير دي ولا في اللاير دي ولا في اللاير دي. لو لقيت الناس بتتكلم مواصفات الجهاز كذا، مواصفات السيرفر كذا، مواصفات النتورك كذا، بقوم اهم. لو هنا بيتكلموا على سيرفيس بيقولوا الفاكس المثال اللي انا كنت بقوله او اتندنس مثلا. عندنا سيستم بيسمح ان الاتندنس يتراك ويطلع لنا متوسط عدد ساعات الشغل بتاع الناس، الاون تايم اتندنس وخلافه، يبقى انا بتكلم في اللاير دي. بس بعد شويه الموضوع تطور الى لاير ثالثه، بقى حاجه اسمها استراتيجي بارتنر. يعني ايه استراتيجي بارتنر؟ احنا دلوقتي العصر مميزات العصر اللي احنا فيه انه بقى سريع جدا جدا جدا، بقت الكومبيتيشن فيه مرعبه كبيره جدا. معروف ان الاي تي اكتر حاجه هتفيدك لو انت عايز تسرع البرفورمانس بتاع العمل الجماعي. لو انا عندنا اورجانيزيشن مثلا فيها 7000 موظف، كان زمان الدنيا سهله جدا، بنتج برودكت معين، بقول مواصفات البرودكت 1 2 3 4، بشتري الماتيريال من المكان الفلاني، بخزنها، بمشي زي السيمبل سايكل اللي احنا شفناه. النهارده الدنيا كلها دايناميك، العالم كله بيتهز والاسعار بتاعته بتتغير، فعايز بدل ما اشتري من اليمين اشتري من الشمال، بدل ما انا بشتري ببتر ثابت كل شهر بشتري كميات كذا، لا مره عايز اشتري كميات كبيره ومره عايز اشتري كميات صغيره. ده بالنسبه للشراء، بالنسبه للتصنيع ساعات هصنع عندي ساعات هصنع بره، بالنسبه للبيع الكونسيومر بيحصل فيه في ثوره في مصر، فالكونسيومر بيهيفير سلوك الناس بيختلف، ساعات الناس بتخزن اول ما بتحس انه في قلق والبضاعه تبقى مشغوله، الناس عماله تشتري تشتري تشتري، وبعدين تحس انه مفيش حاجه فالناس بطلت تشتري. الدنيا دايناميك. عشان اقدر اغير سلوك الاورجنايزيشن اللي فيها 700 واحد دي لازم ابتدي ابص على حاجه هنا اسمها استراتيجي بزنس بارتنر. الناس بتوع الاي تي لما بيبقوا فاهمين بزنس كويس يبتدي يقول للاورجنايزيشن والله انت ممكن تعمل المعادله دي في البيزنس، الطريقه دي في البيزنس، بس تخليك
قادر تغير الدي تو دي اوبريشن بتاعك بفريكونسي عاليه. اخد مثال تاني، في شركه من الشركات مثلا الناس بتوع الاي تي لان هم استراتيجي بارتنر قدروا يقولوا لهم في اوبورتيونيتي مثلا ب 20 مليون جنيه جايه منين؟ جايه من السيستم لما اشتغل ابتدى يشوف ان في ماتيريال رو ماتيريال مواد خام موجوده في الشركه او منتج تام ما بتتحركش، شركه ضخمه عملاقه بمصانع بمخازن بي 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 بي، فسهل قوي ان نبتدي بعض الحاجات تتركن على جنب والناس تخش بالها منها، يعني متخزنه في المخازن بس مش مستغله. لكن السيستم ابتدى يمونيتور ويقول اه الحاجات دي ما بتتحركش بقى لها ست شهور بقى لها سنه، الحاجات دي فيها معناها فلوس، الحاجات دي معناها انها هتكسبها بعد شويه. فابتدى البارتنر الاي تي بما انه بزنس بارتنر ابتدى يقول الحته دي فيها مشكله تعالوا نحسنها، تعالوا نمنع ان الكلام ده يزيد، تعالوا نصرف الحاجات اللي موجوده وهكذا. فده مثال للفكر بتاع استراتيجي بزنس بارتنر. فيبقى الاي تي في الشركات المختلفه مره بثلاث مراحل. بدا الاول تكنولوجي بروفايدر يدي للناس بتوع البيزنس تول يقول خد دي تول مواصفات التول 1 2 3 4. وبعدين ابتدى يقول والله التول دي ممكن تستخدمها بالطريقه الفلانيه. وبعدين ابتدى لا هو بقى راكب معاه في نفس عجله القياده الاولانيه وشايف التشالنجز اللي موجوده في البيزنس يقول له اعمل 1 2 3 4 غير كذا 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 هنقيس لك. في عندنا مشكله لو انت احنا دلوقتي مثلا 15 او 12 واحد لو ابتدينا نقيس راينا في حاجه معينه لازم نسال سؤال محدد عشان نعرف احنا راينا الجماعي ايه في الموضوع ده. لكن في اورجانيزيشن فيها 700 800 واحد في حاجه اسمها كالتشر اورجانيزيشن كالتشر. لو عايز اقيس الكالتشر بتاع الناس سلوك الناس الجماعي هل هم منضبطين؟ هل هم لويال للاورجانيزيشن؟ هل هم متحمسين؟ هل هم متضايقين من حاجه معينه؟ عشان تقيس اي حاجه جماعيه هتحتاج الاي تي يبقى بزنس بارتنر معاك عشان يقدر يمونيتور الحته دي عشان يقدر يعمل لك ستاتستكس ويطلع لك ارقام تقول لك اه والله خلي بالك انه الناس بتوع المصنع بقوا مش اتاشت للاورجنايزيشن بقوا حاسين ان هم ناس بتوع انتاج فقط مش مرتبطين بالتحديات اللي الاورجنايزيشن شغاله معاها. فعن طريق ان الاي تي يبقى بزنس بارتنر بقيت انت لو انت اي عمل جماعي كبير تقدر تحس ان في خلل في مجموعه من الناس بدات تنفصل بدات يبقوا مش على نفس قلب راجل واحد وما بيتحركوش يا جماعه تبتدي انت تشوف بتعمل فيها ايه. ارجو ان انا اكون قدرت اوضح شويه الثلاثه لايرز دول. لو حد عنده اسئله احنا مفيش عندنا كم عندنا كيف لو الامثله مش واضحه قولوا لي اقول تاني. في حد عنده اي سؤال في السلايد دي؟ طيب لو حد انترستد في الريبورت كله ممكن نبعته له ان شاء الله. لو احنا عندنا اي شركه اي انتربرايز عشان يبنوا الاي دي اي مؤسسه من المؤسسات الكبيره اللي احنا بنعمل عشان يبني جوه المؤسسه دي اي دي قوي يفيده في تحقيق الاهداف اللي احنا اتكلمنا عليها لازم يبقى عنده استراتيجي. الاستراتيجي دي مبنيه عباره عن لايرز. اول لاير بنتكلم عليها هي الناس. الناس دي مقصود بيها الناس اللي بتوع الاي تي والكي يوزرز اللي بيستخدموا التولز اللي موجوده. اللاير دي مقصود بيها انه الناس لازم تبتدي تبص تبص هل انا عندي اي تي ستاف كواليفايد عشان يديني الاهداف اللي انا عايز اعملها؟ هل انا الكي يوزرز اللي عندي الناس الموظفين اللي موجودين في حسابات والمخازن والانتاج و و و كاليبر انف ان هم يشتغلوا على سيستمز؟ هل فيهم قصور محتاج تدريب ولا فيهم بعض الكيسز ومش كتير في الغالب ما ينفعش خالص لازم يبقى بره الاوتوميشن بره السيستم يبقى شغال شغل بسيط يشيل يحط يبيع يجيب ورق يعمل بس بعيد عن السيستم هو مصحصح. ودي امثله قليله في الحقيقه. فاللاير دي لازم تبقى من اللايرز اللي الناس بتهتم فيها فاهمه هي موجوده فين ايه الجابس اللي موجوده وتبتدي تعين او تبتدي تتعامل مع الجاب دي. طيب اللاير اللي بعد كده الانفراستراكشر واعتقد يوم السبت اللي فات الناس اتكلموا في الليله دي. لازم الاورجنايزيشن اللي احنا شغالين فيها دي سواء كانت فرع واحد فرعين ثلاثه اربعه وات ايفر عندهم انفراستراكشر قويه جدا. لازم الانفراستراكشر دي تبقى مبنيه صح تغطي النيدز اللي موجوده بتغطي كل الاطراف. دي زي الجهاز العصبي بتاع الانسان. الجهاز العصبي لحد ذاته ما حدش بيشوفه وممكن لو واحد بص من بره مش لازم.
انا يهمني الايد ويهمني الراس ويهمني الارم، هم دول بيتحركوا. بس الحقيقه دول كلهم ما بيتحركوش الا من خلال جهاز عصبي بيوصل الدنيا كلها ببعضها. الانفراستراكشر هي الجهاز العصبي بتاع اي اورجانيزيشن عايزه تبقى ويل اوتوميتد وعايز تجري بسرعه وتحصل الفروقات اللي حصلت قبل كده. طيب اللير اللي بعدها هي الاوبريشن، وهنا تيجي اللير بتاعت الاي ار بي، وهنتكلم على الاي ار بي باستفاضه. عشان الاورجانيزيشن او عشان الانتربرايز دي تشتغل لازم يبقى في سيستمز بتكنترول الدي تو دي اوبريشن، ببيع وبشتري وبخزن وبقبض الناس مرتبات، كل العمليات اللي بتتم، او لو انا شركه طيران بحجز وبنزل رحلات جديده وبغير الاسعار وبعمل دفو، يبقى في عندي سوفت وير بيكنترول الاوبريشن اللي بيتم في الشركه او في الانتربرايز. اللير اللي بعدها كل ده للاسف معظم الشركات اللي في الشرق الاوسط بيشتغلوا على الثلاثه لير دي بس. كل ما تبقى شركه عايزه تتطور، شركه سواء كانت صغيره وعايزه تكبر او عايز يحصل فيها ريستراكشرنج او بيتعاملوا في الثلاثه لايرز دي. بيحاولوا يعينوا بعض الناس او يدربوهم، وبيحاولوا يعملوا نتورك كويسه وداتا سنتر وخلافه، ويشتروا سوفت وير وتقف الدنيا. الحقيقه في تو لايرز مهمين جدا بعد كده. اللاير دي ان انا يبقى عندي الكلام ده كله بيتحول الى كومباتيتيف ايدج. يعني ايه كومباتيتيف ايدج؟ يعني انا شركه استفيد من التولز اللي موجوده دي، ان انا ابقى مميز عن الاخرين، مميز عن الشركات الاخرى. ابقى انا عندي كنترول عالي جدا على الاوبريشن بتاعي، عندي رؤيه مستقبليه للسوق، عندي تاكتكس مختلفه، اقدر اعمل تكنيكس مختلفه، اقدر ابيع بشكل مختلف او بسعر مختلف وهكذا. اقدر اخد قرار مناسب بسرعه جدا، ما اقعدش سنين طويله او اخد قرار مش مدروس مش معروف ابعاده شكلها عامل ازاي. والليير اللي بعدها ان انا يبقى عندي اند تو اند بزنس انتجريشن. يعني البزنس بتاعي ده اللي شغال ما هوش شغال في معزل عن العالم، هو شغال ولو موردين ولو سبلايرز ولو كاستمرز ولو حكومه ولو ضرايب ولو بنوك، بتعامل مع الناس دي كلها في ملايين الترانزاكشنز. المفروض ان السيستمز الموجوده عندي دي كلها تبقى انتجريتد مع العالم الخارجي بحيث توفر وقت وتستفيد بكل المعلومات اللي موجوده عند الاخرين. لو انا السيستم بتاعي بقى كونكتد مع الناس اللي بيوردوا لي المواد الخام، بقيت انا اقدر اتوقع المواد الخام بتاعته هتقل ولا هتزيد، لان انا بقيت شايف الدنيا عنده شكلها عامل ازاي. ولو انا السيستم بتاعتي بقت واصله الكاستمرز اللي بيشتروا مني بقى هم عارفين البرودكتس بتاعتي شكلها عامل ازاي، ايه المميزات ايه العيوب وهكذا. مثال زي الحته دي سهل، شركات الطيران كلها عندها ويب سايتس، واي حد يقدر يخش يقدر يشوف يعرف مواعيد الرحلات في اماكن ولا لا، ممكن يعمل الحجز. كتير من الحاجات في شركات راحت الاكسترا ستاب، انك وانت مسافر تقدر تخش وتعمل بوردنج على الانترنت قبل ما تسافر، بيدي لك سيرفيس زياده وهكذا. ده نوع من انواع الانتجريشن في اللير. في الحقيقه اللي بيخلي الشركه تعمل بريك ثرو هو التو لايرز دول مش الثلاثه اللي تحت. هاويفر اللاير اللي تحت دي هي اكتر لاير كريتيكال، ثم دي ثم دي ثم دي. لو عملت كل الكلام ده كويس وما عنديش ناس كويسين، ناس مش ويل تريند، ناس ما عندهمش حماس، ناس ما قلبهم مش على الموضوع وعندهم حلم عايزين يحققوه، كل الكلام ده مش هيبقى له لازمه. لو انا عندي انفراستراكشر تعبانه، استرخصت جبت حاجات كل يوم بتقع، كل شويه سيستم بايظ، كل فوق ده مش هيبقى له لازمه، مش هعرف احقق حاجه. لو انا عندي اوبريشن مش كنترول البيزنس بتاعي كله، دايما في حته من البيزنس مش موجوده، رقمها مش موجوده، خلاص مش هعرف اطلع بيها ديسيجنز ولا كونكت مع الناس وخلافه. فالمفروض انه اي شركه هتبتدي تشتغل في الحته بتاعت الاي تي تحط الهرم ده وتقيم نفسها في كل لير وتقول انا في السنتين الاولانيين دول هبني دي ودي. السنه اللي بعدها هعمل الاي ار بي. السنه اللي بعدها هبتدي استفيد من الكلام ده وابتدي اخش في الكلام ده. المفروض ان دي اللير بتاعت الناس دي الحد الادنى ليها من 6 اشهر لسنه. ست اشهر لسنه تبتدي تقول انا جاهز ابتدي اخش في الحاجات اللي بعد كده. انفراستراكشر على حسب حجم الموضوع، بس بتتكلم في 6 شهور. لو انت عندك كونكتيفيتي ما بين فروع وفي اماكن بيبقى ساعات ما بيبقاش فيها نتورك وخلافه، بتتكلم 6 شهور. بتتكلم في اي ار بي لو انت بادئ فروم سكراتش، الحد الادنى لو انت من الاول تقول انا جاهز ودفعت فلوس، بتتكلم في 6 شهور عشان تبقى لايف. تاخد لك حوالي 6 شهور تاني بعدهم عشان تبقى ستيبل. الاي ار بي دايما بيمر بثلاث مراحل. المرحله الاولانيه 4 مراحل في الحقيقه. المرحله الاولانيه ان احنا نفكر عايزين نجيب سوفت وير في الشركه او المؤسسه اللي احنا عايزينها دي.
وبعد ما ناخد وقتنا ونتفق على سوفت وير معين في المرحله الاولانيه دي بتنتهي بقرار هنروح اوراكل او هنروح اس اي تي او هنروح اي سوفت وير من السوفت وير. ودي لحد الان بتاعها 6 شهور. الا لو حد عنده قرار مسبق يعني هو عارف هو عايز ايه وبيكرر اللي موجود في شركات اخرى. عشان يطبق 6 شهور اخرى الى 8 شهور. بعدها الفيز اللي بعدها استابيلتي. دايما اي امبلمنتيشن في الدنيا بتبقى محتاجه فتره حضانه بعد كده زي ما قلت كده اول ما بتولد لازم يبقى في رعايه لغايه لما يبقى واقف على حيله الناس فاهمه كويس الدنيا بتمشي ازاي السيستم بيغطي كل التفاصيل اللي يطلع منها سوفت الريبورتات المختلفه وخلافه بعدين تبتدي تشتغل على التو ليرز اللي بعد كده. الحقيقه للاسف الناس بتنسى الكلام ده وبعد شويه تفضل واقفه هنا وتنشغل في مشاكل ثانيه. طيب ايه هو بقى ده؟ حد عنده اي خلفيه؟ الاي ار بي الديفينيشن بتاعه هو انتربرايز ريسورس بلان. ده الاي ار بي اختصار انتربرايز ريسورس بلان. اي اورجانيزيشن عندنا فيها ايه؟ فيها مصانع. طيب ده نوع من انواع الريسورس. فيها ايه تاني؟ فيها فلوس كاش موجود في حته. فيها ايه تاني؟ فيها ناس اورجانيزيشن مديرين وسكيلز وخلافه. فيها ترانسبورتيشن تولز في عربيات في عقود معموله وتبقى. وفيها كواليتي لاي بروس بتتم الحاجات دي بتتم بكواليتي عاليه ولا بكواليتي قليله الادفانتج وغير اللي سهل. هي زمان جدا كان في حاجه اسمها عملوا سوفت وير هنشوف السلايد بتاعته دلوقتي يهتم بالموضوع بتاع المانيفاكتشر سموه ام ار بي مانيفاكتشر ريسورس بلان. نتكلم على جوه المصنع انت ايه وما انتجش ايه وامتى ومواعيد الانتاج والشفتات وخلافه. والناحيه الثانيه عملوا سوفت وير للفاينانس بيتكلم على الفلوس بكسب ولا بخسر. بعد شويه راحوا عاملين انتجريشن ما بين الاثنين دول فبقى اسمه ام ار بي 2. وبعدين ابتدى يظهر من التسعينات الترند بتاع انتربرايز ريسورس بلان. انتربرايز هي اي اورجانيزيشن كبيره ضخمه ينفع اقول شركه كبيره. ريسورس اي ريسورس اي ريسورس من دول. بلاننج يبقى انا عايز ابلان كل الريسورسز دي تبقى سنكرونايز مع بعض زي السلايد الاولانيه قادرين يشتغلوا. انتربرايز ريسورس بلاننج هو مصطلح بيطلق على سوفت وير اي سوفت وير كبير بيغطي كل مناحي الاكتيفيتيز بتاعه الاورجنايزيشن بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليه. اشهر الاي ار بيز وورلد وايد نمره واحد حاجه اسمها اس تي بي وبعدين حاجه اسمها اوراكل وفي حاجات بعد كده كتير جدا. فلما اقول اوراكل دي ار بي يبقى اقصد السوفت وير بتاع اوراكل اللي لو الشركه خدته هتقدر تطبقه في المانيفاكتشرنج وتتحكم في الكاش فلو بتاعها والاتش ار والتعيينات وخلافه والديستريبيوشن والكواليتي بتاعت الانتاج والبيع والشراء وخلافه. فده مفهوم انتربرايز. فالانتربرايز ابلكيشن هو سوفت وير بيلم كل الاكتيفيتيز بتاعت الاورجنايزيشن. يصح ان شركه من الشركات تاخد جزء تطبقه وبعد شويه تاخد جزء اكبر وبعد شويه تاخد جزء اكبر وهكذا. طبعا التايم من اهم الريسورسز وده الريسورس الوحيد اللي ما تقدرش تعوضه. اي حاجه في دول تقدر تعوضها لو خسرتها التايم ما بتقدرش تعوضها. لو احنا قدرنا يبقى عندنا انتربرايز مظبوط هو ده الحاجه الوحيده اللي تسنكرونايز كل الاكتيفيتيز بتاعت الاورجنايزيشن. اللي حصل زي ما قلنا في الستينات كان في اكونتنج سيستم. في الستينات كان في سوفت وير موجود في الشركات يحسب الشركه كسبت او خسرت. الشركه عليها مديونيه للعملاء، الشركه ليها فلوس عند العملاء او عليها فلوس للموردين، اكونتنج سيستم. في السبعينات ابتدى يبقى فيه الام ار بي اللي هو ايه؟ مانيفاكتشرنج ريسورس بلان، سوفت وير اللي الناس بتستخدمه. انا عندي 3 خطوط انتاج بحتاج او بحاول انتج قد كده. الانتاج ده البرودكت بيحتاج قد كده هو ماتيريال وقد كده باكنج ماتيريال. فاذا عايز ابلان الكلام ده مع بعضه اقسم الناس ورديات وشفتات وخلافه ده السوفت وير اللي بيحكم الحته دي. بعدها عملوا ام ار بي 2 اللي هو عمل انتجريشن ما بين الاثنين دول ببعض. بقى الكلام ده يسمع في الماليه، الكلام ده بيخلي يديلك النتائج في فلوس في فلوس الامباكت بتاع الكلام ده ايه؟ بيخلي الفلوس بتاعتك تزيد
ومن اول التسعينات بقى في اي ار بي، ومن بعد كده بقى في اكستندد اي ار بي. اكستندد اي ار بي ما بقتش سوفت وير بيبص على الاورجنايزيشن بس، ده كمان ابتدى يبص بره الاورجنايزيشن، يحصل لينك مع السبلايرز ومع الكاستمرز مع الجنوب والجهات الخارجيه كلها. اهم انتجريشن بيحصل في الاكستندد اي ار بي هو الانتجريشن مع السبلايرز الموردين والانتجريشن مع الكاستمرز بتوعنا. ابتدى يبقى في بزنس قائم على الحته دي بس. في شركات اي تي بيروحوا للناس يقولوا انت عايز تتواصل مع الكاستمرز بتوعك، احنا هنوصلك، احنا هنعمل لك ويب سايت، واحنا هنمانج الويب سايت، واحنا هنحط لك كل سيرفيس على الويب سايت ونجيب لك ليدز. وابتدينا نشوف حاجات سيلز عن طريق الانترنت، وابتدينا نشوف بزنس قائم على الانترنت، انك تاخد البرودكت بتاع شركه معينه وتسوقه وتجيب لينك وتجيب ديلز، وبعدين تديها للشركه اللي بتصنع البرودكت دي هي اللي تبيعها. هو بيعمل ايه؟ انتجريت بس مع الكاستمرز. طيب هنا ده مثال عملي حي لايه هي الابلكيشنز اللي ممكن تبقى موجوده جوه الشركه وكل واحد بيعمل ايه. فهنمشي عليهم بالراحه واحد واحد عشان نتاكد ان احنا بقينا مستوعبين. لو انا عايز ابني اورجانيزيشن، عايز عندي انتربرايز وعايز احط فيها بزنس ابلكيشنز، ايه الحاجات اللي المفروض تكون موجوده؟ الحاجات الاولانيه لو انا عندي شركه ليها اربع فروع، كل واحده في بلد مثلا، عشان الشركه دي تتواصل لازم يبقى في ايميل سيستم، ده نوع من الابلكيشنز اللي يبقى موجود عشان كل الناس تقدر تتكلم مع بعض. ايه اكبر ميزه هو الايميل سيستم؟ ليه لازم يبقى في ايميل سيستم جوه انتربرايز كبير؟ اهم ميزه هي الايه؟ انت بتشوف من اول ايه؟ ماشي، انت شفتها من ناحيتك كمتلقي، بس انت لا بص من فوق بقى. لو انت عايز تدير انتربرايز كبيره فيها 7000 موظف موجودين في اماكن كتير، الميل بيخليك توصل ل 7000 واحد في لحظه. انت ممكن تكتب رساله تقول للناس يا جماعه عايزين نعمل كذا، او تشكرهم او وتدوس على زرار تك راح لكل الناس. فاي عمل جماعي كبير ده باك بون، دي وسيله كوميونيكيشن اساسيه. فيبقى اهم ميزه للايميل سيستم هو الكوميونيكيشن، انا اقدر اكوميونيكيت من اي لاير لاي لاير ومع اي عدد. تمام؟ فبالتالي لو انا بتعامل في وسط حاجه كبيره لازم ابتدي افكر ايه هي وسائل التواصل مع الناس. ففي التلفزيون وفي الانترنت وفي الجرايد وفي الميل لو انا جوه اورجانيزيشن. طيب الانترنت يبقى ده من السيرفيس اللي الاي تي لازم يقدمها للشركات. يبقى في انترنت سيرفيس لاي حد من الموظفين جوه الشركه عايز يكونكت على الانترنت. ال سي اس وفويس اوفر اي بي. ال سي اس البرودكت بتاع مايكروسوفت زي الام اس ان ماسنجر، تول الناس بتقدر تتشات انترنال بس تتشات بشكل بروفيشنال، تتشاتوا مع بعض بس. زي ما الناس في الحياه العاديه بيبقوا عايزين يتشاتوا مع اصحابهم وما خلافه، جوه اي اورجانيزيشن طبيعي ان انا عايز حاجه الراجل بتاع الحسابات اقول له جيت النهارده ولا ما جيتش، ما عملتليش الورقه الفلانيه، عملتلي مش عارف ايه، ممكن انا ابقى قاعد في مصر وهو قاعد في السعوديه. فدي تول بتسهل القصه دي، وفي نفس الوقت هي مقفوله على الاورجانيزيشن دي. فما فيش بقى الحاجات اللي بره البابليك اللي بره البيزنس. فويس اوفر اي بي، حد عنده فكره يعني ايه فويس اوفر اي بي؟ هو تليفونات عاديه اوفر الاي بي بنسيب النتورك القديمه بنخش على طريق الانترنت او النتورك وبننقل الصوت. تمام قريب جدا صح. حد عنده فكره ثانيه؟ هو مجرد ان انا بحول التليفون بدل ما اكون متوصل بالتي ديت بشكل مثلا اتصالات او ببي اس تي ان عادي بيتوصل عن طريق الانترنت، ان انا بحول الفويس بتاع الباكج بتاع لك انها داتا النت تروح لاي كاستمر بتاعي التاني او لحد تاني في الشركه معايا حسب النتورك بتاعتي. تمام. هحاول التعريف بطريقه مبسطه جدا. زمان كان عندنا نتورك ضخمه بتاعت التليفونات صح؟ سنترالات وخلافه وسويتش تقفل وتفتح وانا بطلب النمره وابقى كونكت. وبعدين الناس عملوا الانترنت. الانترنت كانت وظيفتها انها تنقل ايه؟ ديتا بتروح ما بين الاماكن وبعضها. بعد شويه جت فكره منطقيه جدا. النتورك بتاعت الانترنت متشعبه ومغطيه الدنيا كلها، فمفيش حد في العالم دلوقتي ما عندوش انترنت. وفي نفس الوقت عايز اتكلم في التليفون، طب ينفع احول التليفون
فويس الى ديجيتال واخليه يلف زي ما الانترنت بتلف، ينفع. وابتدت يبقى فيه سولوشنز كتير موجوده. فالفويس اوفر اي بي بيقول صوت، انا اقدر احط الفويس سيرفيس على اي انترنت كونكشنز في اي فروع. لو عندي شركه ضخمه وفيها فروع في اماكن مختلفه وفي انترنت موجود في كل الفروع دي، انا هقدر اخلي التليفونات بتاعت الشركه دي تعتمد على النت بتاع الانترنت وخلي الناس تتكلم بعض زيرو كوست. فالشركات لو احنا خدنا شركه ضخمه مثلا عندها 5 فروع كل واحد منهم في بلد بيكلموا انترناشونال كولز في السنه مثلا ب 100,000 جنيه، اول ما يروح للفي اي بي ينزل صفر. ليه؟ لان بقى الراجل اللي قاعد في مصر بيرفع تليفون بيطلب رقم بيكلم الراجل اللي قاعد في جده بزيرو كوست. الكونكشن جت منين؟ جت من الانترنت. ده الفويس اوفر اي بي. البي بيكس هي التليفونات العاديه دي برضو من السيرفيسز اللي الناس بتوع الاي بي لازم يوفروها لاي انتربرايز موجود. زيروكس ورك سنتر او في سولوشنز كتير بتلعب في الحته دي. انت بيبقى عندك ديفايس عايز تستقبل عليه كل الفاكسات تبقى اركايف موجوده بشكل الكتروني، وبعدين تعمل لها ديستريبيوشن. ولو حد من جوه عايز يبعت فاكسات بره، احنا لو قلنا انتربرايز ضخمه فيها مثلا في الوضع القديم كان فيها 30 خط تليفون للفاكسات، المشتريات والمخازن والماليه فيها 30 خط فاكس. وبيعتمدوا زمان ازاي؟ ورق. ابعت فاكس اروح افايله وعندي فايلات مخصوص للفاكس وارقام، قصه طويله عريضه اوضه كبيره نخزن فيها الدوسيهات بتاعت الفاكسات ونحتفظ بالفاكسات سنه او سنتين او 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 او. ده سولوشن بيهد الكلام ده كله، كان كله خلاص مش موجود. انا بوصل على السولوشن ده 10 خطوط فاكسات، 3 منهم بيروحوا على طول لفلان وفلان وفلان، في شخصيات معينه لازم تاخد فاكساتها دايركت، والباقي موجود لبقيه الاورجنايزيشن، وكل واحد من على البي سي بتاعه بيقدر يبعت او يستقبل الفاكس بتاعه. مفهوم فكره الاوتوميتد فاكس مفهوم؟ طيب الاثنين دول مرتبطين ببعض، اللي هو الهاردوير والفاكس سيرفر سولوشن. طيب الاركايف ده من ضمن الحاجات اللي برضه لازم تكون موجوده جوه انتربرايز. يعني ايه الاركايف؟ اي انتربرايز بيبقى عندها كام ورقي مرعب، بيشتروا بملايين الجنيهات وملايين الترانزاكشنز، كل ترانزاكشن من دول ليها ورق كتير. بعد شويه يبقى انا عايز الورق بتاع العمليه رقم كذا عشان اعرف انا بعت بكام ولا اشتريت بكام. زمان كانوا بيعملوا ايه؟ اروح افتح الدولاب وادور على جوه الملفات واطلع الورق، القصه اطلع الورقه اللي انا بدور عليها. طب افرض الورقه دي مش في الاداره بتاعتي، في اداره ثانيه. فكل اداره بتعمل نسخه من كل الملفات ليها. فنروح للماليه بتاعت الانتربرايز الاقي عندهم ملفات بتاعتهم. نفس الملفات الاقي نسخه منها الناحيه الثانيه في المشتريات، وبعدين ممكن الاقي نسخه ثالثه في المخازن. السولوشن ده بيقول لا محدش يعمل كده، ده تضيع الوقت والجهد. احنا هنعمل ايه؟ اي ورقه لما تيجي في اول مره هعمل لها سكاننج واكتب اندكسنج عليها، او الورقه دي تخص البيرشيس اوردر رقم 10 اللي عليها الفاتوره رقم 20 بتاريخ كذا رقم المورد كذا، ادخل شويه بيانات اقدر اسيرش بعد كده وتخش الداتا بيز. اي حد جوه الاورجنايزيشن متراميه الاطراف في اي حته من العالم عايز الورقه دي ما بيتكلمش حد، او بيخش على السوفت وير او على السيستم يكتب رقم بي او رقم 105 يدوس سيرش، السيستم طلعه له يقول له ادي صوره البيرشيز اوردر مين اللي وافق عليه؟ فلان الفلاني. بايمنت تيرمز ايه؟ كذا. بضاعه جايه منين؟ كذا. طيب الدفع عليه فواتير ايه؟ كل الورق المرتبط بالورقه الاولانيه بيجي في القصه دي. هنا خلي بالك ان احنا قلنا انه لازم الاي تي يبقى بزنس بارتنر، لازم يبتدي يشوف في مشكله وبعدين يحاول يحلها بسولوشنز زي كده. طيب سي سي تي في كاميرات مراقبه داخليه، لو انا عايز عندي اماكن واسوار ومخازن ومصانع وبوابات وخلافه، ده برضه من السولوشنز اللي ممكن تبقى موجوده، بس مش بالضروره يبقى في كل الشركات، ممكن تبقى في شركه محتاجه شركه مش محتاجه وهكذا. من السولوشنز اللي موجوده من الابلكيشن البيزنس ابلكيشنز اللي موجوده كار تراكنج. لو انا عندي اسطول توزيع يهمني اعرف العربيات بتاعتي بتمشي ازاي؟ بتقف قد ايه؟ هل في ناس ميس يوز؟ المفروض المندوب واخد العربيه عشان يبيع ويمشي في مكان معين، لو بقى بيطلع يلف فوق تاني. هل في الروتنج؟ المفروض الناس تعمل بلاننج للعربيات بتاعتها تمشي في انهي روت وتبيع. بس انا ممكن بعد شويه اتفرج على الروت ده واحس ان الروت ده غلط، مش المفروض ان يمشي مع بس العقد لغايه اخره بعدين يرجع تاني مصطفى النحاس، لا ده الروت المفروض يتغير. دي من الحاجات اللي السوفت وير هنا بيقدر يساعد في قصه الكارت ده. كول سنترز، لو انا عندي كم بشر كبير عايز اتعامل معاه سواء اوصل له معلومه او اخد منه معلومه ابتدي اعمل كول سنترز.
كول سنترز من الترند من الحاجات اللي هي ليها فاليو اد كبير على البيزنس، بس مش بالضروره ان انا انفست فيها انترنال جوه اي اورجانيزيشن. في ناس متخصصين ده البرايفت بيزنس بتاعها في الـ في الـ في الكول سنتر. ما اسهل انما انا عندي عمل جماعي كبير وعايز حد يكلم 10000 بني ادم او يتلقى كولز من 10000 بني ادم، اروح لاي كول سنتر اقول له انا عايز 1 سيت او 2 سيتس 5 سيتس. سيتس هي الكول سنترز بتتباع بالسيتس. عايز 5 سيتس يعملوا اي حاجه في الدنيا انا متخيلها. مثال من الامثله، شركه من الشركات بياخدوا منتج من المزارعين، يتعاملوا مع مئات مع عشرات الالاف من المزارعين. جت فكره احنا عايزين المزارعين دول يرتبطوا بالشركه دي اكتر، فجت فكره الكول سنترز. ازاي؟ جبنا 5 سيتس دربناهم يعني ايه زراعه، يعني ايه تقاوي، يعني ايه محصول، شويه معلومات خاصه بالكلام ده. وبعدين قالوا كلموا بقى كل المزارعين دول معانا، طبعا احنا متعاقدين مع الناس ومعانا ارقام التليفونات، كلموا المزارعين وابتدوا قولوا لهم انتوا عايزين ايه من الشركه بتاعتنا؟ خلي بالكم ان الوقت ده دلوقتي المفروض تعمل كذا، تحط سمان للزرع، الوقت ده المفروض تورد الشركه كذا، الوقت ده كذا، المفروض لو انت ليك فلوس تروح تاخدها. حاجه انت لو انت عايز تعملها بنفسك مش في ذهنك، انت عايز تتعامل مع 10000 بني ادم، عايز تقول لهم كل سنه وانتم طيبين، بتبني علاقه ما بينك وما بين العدد الكبير جدا من الناس ده. كول سنتر بتستعمل القصه دي. كول سنتر از ا سيرفيس ينفع اي عمل جماعي يستخدمه. الناس في الانتخابات ممكن يستخدموا كول سنترز. الناس في اي حاجه فيها تواصل هذي ممكن يستخدموا كول سنترز من غير ما يدفع فلوس، يروح ياكل سيتس ويحقق اللي هو عايزه. الاي ار بي هنتكلم فيه بالتفصيل. بيغطي فاينانشالز، بيغطي سيلز، بيغطي مخازن، بيغطي مشتريات، بيغطي اتش ار وخلافه. الناس بتوع الاجرو بتوع الزراعه ممكن يبقى عندهم سوفت وير بيتكلم على الزراعه نفسها. الزراعه الارض بتتقسم الى مساحات زراعيه ثم افدنه ثم وهكذا. عمليات الزراعه فيها كذا مرحله، كل مرحله بتستخدم مواد كيماويه معينه، بتستخدم اسمده بشكل معين وهكذا. بعدين بتطلع برودكت بكواليتي معينه ككم وككواليتي كل ده من هنا. ممكن الهاند هيلد ده من السولوشنز اللي موجوده في الانتربرايز. لو انا عندي ناس بتنزل السوق تبيع تشتري او تاخد سيرفيس او تعمل ريسيرش يستخدموا الهاند هيلد. يعني ايه؟ مثلا انا عايز اقيس نمط السوق واعرف هم بيحبوا البرودكت الفلاني او لا. بخلي الناس اللي هم اللي هيعملوا ريسيرش كل واحد معاه الجهاز عليه الكوستشنير اللي كان زمان ورق بالله، معاه الكوستشنير ويقابل اي حد يقول له دقيقتين اسالك سؤالين، البرودكت الفلاني ايه رايك فيه؟ كذا يكتب البرودكت كويس، اخر مره اشتريته امتى؟ ايه المنافسه دي؟ بدخلهم احط كل ده بيتجمع في داتابيس وابتدي اطلع اندكس الحاجات دي اخبارها ايه بتطلع بتنزل وهكذا. او انا بيع في السوق بنزل ابيع برودكت، فانا برضو وانا واقف بحسب ببقى عارف البرودكت بتاعي موجود ولا لا، اسعاره شكلها عامل ازاي، ومن كل الجمهوريه البيع بيتجمع وبيتحط في السيستم، يقدر الناس اللي بياخدوا قرار يبقوا شايفين البيع بيزيد او بيقل، كبير في الصعيد قليل في اسكندريه وهكذا. دي من الحاجات المميزات الموجوده في الهاند هيلد. بي او بزنس اوبجكتس احد التولز اللي بتركب فوق اي اي ار بي عشان اقدر اطلع بيها اناليسيز مختلف للاوبريشن اللي بيحصل. انا عايز اعرف احسن مبيعات بتاعتي موجوده فين؟ عن طريق التول دي اقدر اعرفها. عايز اصمم داشبورد اشوف المخازن بتاعتي ماشيه كويس ولا لا. عايز اشوف الناس بتشتغل عدد ساعات زياده ولا عدد ساعات قليله. اوتوماتيك اليرتس بزنس اوبجكت. بزنس اوبجكت البزنس اوبجكت ده سوفت وير دلوقتي اشتريته شركه اس اي بي، هو اناليتيكال تول. لو انا عايز عندي سؤال معين واجابته هو الداتا بيز، يعني عايز بفكر عايز اشوف ايه، عايز احلل السيلز بتاعي شكله عامل ازاي. فالبي او احد الاناليتيكال تولز بكونكت على الداتا بيز بتاعت السيلز وابتدي اشوف السيلز باي مانث، فبشوف الترند خلال الشهور. وبعدين اقول لا طب عايز اشوفه باي ريجن، فاعكس الريبورت اون سبوت وابقى شايف اسكندريه والقاهره شكلها عامل ازاي. طب عايز التو دايمنشنز دول مع بعض، عايز اشوف بيع القاهره واسكندريه على الشهور في نفس اللحظه.
بعدين اقول طب لا انا عايز ادريل داون اروح الى باي برودكت، انا عندي مبيعات، في عندي منتجات كتير بشتغل فيها، عايز ابص على منتج واحد بس وهكذا. فده التول دي هي اللي بتساعدني في اتخاذ القرار في الاناليسيس. اوتوماتيك اليرت، لو قلنا احنا عايزين السيستم هو اللي مونيتور يبص على البيزنس وهو شغال، ولما يحصل اكسبشنز السيستم يبعت اليرت يقول للناس في حاجه كذا خلي بالك. زي ايه؟ هقول لكم امثله، ويا ريت لو انتم عندكم امثله اخرى تقولوها لي. مثلا احنا عايزين نقول ان الستوك في المخزن الفلاني ما يقلش عن 10 طن وما يزيدش عن 80 طن. يبقى المخزن المفروض يبقى من 10 ل 80، طول ما هو من 10 ل 80 ما فيش مشكله. نزل تحت ال 10 او طلع فوق ال 80 يبعت اليرت لمدير معين يقول له خلي بالك المخزن الفلاني بقى فيه بضاعه اكتر من 80 او اقل من 10، فياخد اكشن. فهنا ما بقاش فيه هيدك عند اي شخص انه يراقب الجزئيه دي شكلها عامل ازاي، هي بقت اوتوماتيك. صح؟ حد يقدر يقول لي اي مثال تاني للاوتوماتيك اليرت؟ مثلا لو في ثلاجات مثلا جت في حاجه الحاجات مخزنه جواها ممكن تقلش درجه الحراره مثلا مع درجه معينه لو قلت البيع بتاعها. ماشي، خلينا في البيزنس ترانزاكشنز. لو انا عندي فلوس والمفروض ادفعها يوم كذا، هو اوتوماتيك اليرت هيجي قبلها بيوم يقول لك المفروض تدفع الفلوس الفلانيه دي او تحصل الفلوس الفلانيه دي. او لو عايز السيستم يبعت للكاستمرز بتوعك اللي هم انتوا عليكم مديونيات كذا، كلنا بيجي لنا على الموبايل رسائل جايه من موبايل وفودافون يقول له انت عليك كذا او او او، دي مش شخص اللي بتبقى، ده سيستم وبيران مع ترانزاكشنز كتيره. طيب اي ار بي، انا قلت لكم يعني اي ار بي صح؟ بقت مفهومه الى حد ما. مكونات الاي ار بي فاينانشال، حاجه خاصه بكل ما هو فاينانشال، اتش ار ام اس هيومن ريسورس مانجمنت، كل ما هو حاجه خاصه بالموظفين، مرتبات وتعيينات وحوادث وخلافه، سبلاي تشين كل ما هو بضاعه المفروض هتيجي عشان استخدمها في عمليه الانتاج، تجهيز في عمليه الانتاج، عمليه الانتاج نفسها، او كاستمر ريليشن شيب. كاستمر ريليشن شيب انا عايز ابقى متواصل مع الكاستمرز بتوعي بشكل قوي، برد على تساؤلاتهم، بقول لهم ابديتس و دي كلها مكونات، وممكن يكون في مكونات اخرى لما هو اي ار بي. احنا اتفقنا ان الاي ار بي هو سوفت وير بيغطي كل الاكتيفيتيز بتاعه الانتربرايز. طيب فاينانشلز هننزل تحت جوه الفاينانشلز. فاينانشلز مكوناتها يبقى في سوفت وير بيغطي الجنرال ليدجر. الجماعه المحاسبين فاهمين يعني ايه جنرال ليدجر؟ هو الباك بون بتاع اي نظام محاسبي اللي بيبان فيه كل الحسابات، البيع والشراء والمخازن وخلافه. الفيكسد اسيتس، الاصول اللي عندي اخبارها ايه؟ شاريها بكام؟ هيحصل لها ديبريشن ولا لا؟ البيلز، كل ما هو مدفوعات، عليا مدفوعات قد ايه؟ على انهي بنوك؟ شيكات رقم كام وخلافه. الريسيفبلز، كل ما هو تحصيلات، العملاء بتوعي ليه عندهم فلوس قد ايه؟ ليه عندهم تسهيلات قد ايه وخلافه. كاش مانجمنت، الفلوس اللي في البنوك بتاعتي والخزن، اخبارها ايه؟ بتزيد بتقل؟ كل دي مكونات ما هو فاينانشالز اللي هو بارت من الاي ار بي. يبقى في امبريلا فوق كبيره اسمها اي ار بي عشان ما ننطقش، في حاجه اسمها اي ار بي تحتها مكونات كبيره زي دي، فاينانشالز، اتش ار ام اس، سبلاي تشين وخلافه. مسكنا واحده منهم ونشوف ايه اللي جوه الفاينانشالز. فجوه الفاينانشالز في حوالي 5 مودلز اللي هم دول. جوه الاتش ار ام اس في مودلز كتير اهمهم الاتش ار كور. يعني ايه اتش ار كور؟ يعني بيانات الموظفين الاساسيه، اسمه والمؤهل الدراسي بتاعه والعنوان والتاريخ التعيين، كل ما هو بيانات ذاتيه. بيرول يقبض كام وايه مفردات المرتب بتاعه بقى وخلافه. سيلف سيرفيس لو عايز ياخد اجازه، لو عايز ياخد لون، لو لو لو. تايم اند ليبر هو بيجي امتى وهل في حضور وانصراف، هل في بينالتيز بتتخصم منه لو جه متاخر، لو بيسافر، تريننج بتاع هنا. بيرفورمانس مانجمنت لو احنا بنحط له حوافز وبعدين بنشوفه بنحط له اهداف، لما بيحقق الاهداف دي بندي له حوافز، ده بيبقى كنترول من هنا. هاي ريكروتمنت لو انا عايز لما بيبقى عندي فيكنسي بحطها على الانترنت والناس بتابلاي، تملى السي فيز بتاعتهم على الانترنت وبعدين انا بفلتر وبعمل اكتر من انترفيو اتريشن. البروسيس دي كلها بتبقى اوتوميتد هنا، فيبقى عندي الهيستوري اقدر اقول مين كان كويس مين كان وحش وهكذا. ليرنينج مانجمنت لو انا عندي الموظفين، كل واحد المفروض كل موظف عنده ديفلوبمنت بلان، المفروض هو بعد سنه هياخد كورس الفلاني، بعد سنه هياخد كورس الثاني، هيتعلم التريننج الفلاني، فالديفلوبمنت بلان بتاعته بتبقى هنا. مانيفاكتشرنج دي مكونات المانيفاكتشرنج،
كوستنج، اسعر كل مرحله في عمليه الانتاج، ام ار بي، بلاننج لكل عمليات الانتاج نفسها، انهي خط الانتاج يشتغل وانهي يقف، ايه اعمل له صيانه، ايه ما اعملوش صيانه، ده محتاج مواد خام ايه، ده محتاج عماله شكلها عامل ازاي، بيل اوف ماتيريال، اي برودكت بيطلع لي لو انا بتكلم على الكمبيوتر بيتكون من شاشه وكيبورد وخلافه، لازم ابقى عارف مكونات البرودكت ده. في بعض البرودكتس اللي هي مش ديسكريت زي السمنه والزيت، ده بيبقى ليه حاجه اسمها مش بيل اوف ماتيريال، بيبقى حاجه اسمها فورمولا مانجمنت، 5% كذا و5% و7% كذا، ميكس من الحاجات مش حاجات سوليد مفصوله. بروس اكسكيوشن عمليه الانتاج نفسها، والكواليتي البضاعه اللي طلعت اتعمل لها انسبكشنز مظبوط ولا لا، نسبه الهالك فيها قد ايه، نسبه ال بيبقى في حاجات كتير بتتقاس، لو انت بتتكلم على حاجه بتتاكل مثلا تبقى نسبه الشوايب فيها قد ايه، اللون، الريحه وحاجات مختلفه هذا الخبير. طيب سبلاي تشين، مشتريات، انا المشتريات بتاعتي مشتريات محليه، مشتريات خارجيه، عندي برودكتس، عندي بيمنت تيرمز مختلفه وهكذا. اوردر مانجمنت، الاوردرز اللي بتجيلي انا بعمل لها مانجمنت ازاي، بقبل الاوردرز وبدي بيمنت تيرمز، بدي كريدت ليمت، البضاعه بقول لهم هتبقى موجوده امتى، بسلم نص الاوردرز، لو في مرتجع بعرفه ازاي، كل ده بتحكم فيه من هنا. المخازن بتاعتي نفسها ادفانسد برايسنج، ساعات ناس كتير لما بيجي يبيع حاجه بيعمل كومبلكس برايسنج، يقول لو خدت اثنين تاخد فيها ثالثه، ثالثه فري، لو خدت 15 واحده خلال الشهر هديك مش عارف كذا في الميه ديسكاونت، بيقعد يلعب في البرايسنج بشكل معقد، ما هوش ستريت فورورد، ما هوش الواحده بخمسه وخلاص، لا، فهنا في سوفت وير يساعدك في الحته دي بيج تايم. اي ستور، لو انت عايز المخازن بتاعتك تبقى موجوده عن على الانترنت والناس كلها شايفاها، بتتحرك ازاي، تشتري منك وخلافه، زي البوك ستورز وخلافه. انا بحاول اديكم امثله مختلفه، اخر حاجه هختم بيها وبعدين اسمع اسئلتكم، السي ار ام. السي ار ام اختصار كاستمر ريليشن شيب مانجمنت، اي حد عنده كاستمرز كتير وعايز يمسك يبقى عنده ريليشن شيب معاهم لازم يستخدم سوفت وير اسمه كاستمر ريليشن شيب مانجمنت. عشان يعمل لي ايه الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت ده؟ باختصار شديد انه هيقدر يخلي الكاستمرز فيري كونكتد للاورجنايزيشن، قريبين جدا، هقدر اخد منهم اسئله، هقدر ارد على اجاباتهم، هقدر اديهم سيرفيس، هقدر ابيع لهم سيرفيس وهكذا. امثله كتير في السي ار ام، شركات الغاز لازم يبقى عندهم سي ار ام، لو هم عايزين يتطوروا لازم يبقى عندهم سي ار ام، ليه؟ كلنا عندنا غاز، كلنا عندنا اسئله، وكلنا عندنا مشاكل، فلازم نعرف نتواصل مع السي ار ام. اكلم الكول سنتر بتاعهم واقول له الراجل بتاع الغاز هيجي لي امتى؟ فيقول لي هيجي لك من 9 ل 3، اقول له يعني هو يشتغل خمس دقائق، افضل انا مفتوح من 9 ل 3. هنا في مشكله، هنا دي تتحل بسهوله جدا. ده مثال من الامثله. اي حاجه فيها سيرفيس فيها عدد كبير من الناس لازم سي ار ام يكون موجود. مش بس كده، لو انا عايز ابيع، لو انا عايز ابيع لحاجه بتتباع لاعداد كبيره من الناس، ممكن يبقى فيه تيلي سيلز، ممكن يبقى فيه انترنت سيلز، ممكن يبقى فيه حاجات من هذا القبيل، ممكن يبقى فيه ماركتنج، ممكن انا على التليفونات ابتدي اقول له زي ما كلنا شفنا في تايم شير، حد بيكلمك في التليفون ويبتدي يقول لك والله انت ممكن تشترك في التايم شير بتاعي وتاخد يومين مش عارف في السخنه وثلاث ايام في شرم الشيخ ومش عارف حاجات من هذا القبيل، ويبتدي يسجل الكلام ده داتا بيس وطلع منه ستاتستكس مختلفه. انا كده جريت بسرعه شويه في الحته بتاعت الاي ار بي، بس حاولت اقول لكم يعني ايه بزنس ابلكيشن جوه انتربرايز. احب اسمع اسئله. اتفضل. دلوقتي ايه الفرق بين الاي ار بي والبيزنس عادي؟ انا شايف الاي ار بي برضه معلومه بتتسجل وبطلع الوركس و الداتابيز برضه ممكن اعمل فيها نفس الكلام، يعني شايف الاي ار بي يعني تولز فوق الداتابيز. طيب معلش انا بحب العرب جدا لان انا مصري فبقى هجاوب بطريقه في عالم الاي بي. اول حاجه هنا بيبقى فيه اوبريتنج سيستم صح؟ ويندوز دوس يونكس وات ايفر. طبعا اقل في هاردوير، في هاردوير. طيب فوق الاوبريتنج سيستم هيبقى فيه داتا بيز. كويس؟ داتا بيز يعني فيديوز وريليشنز و و و. فوق الداتا بيز دي في ابلكيشن. يبقى الداتا بيز حاجه والابلكيشن حاجه ثانيه. الابلكيشن هي الانترفيس مع اليوزرز. تقول له مسموح لك تدخل مش مسموح لك تدخل وهكذا. الاي ار بي بتبقى كلمه اي ار بي
هي ميكس، هي كل هو الاي ار بي، هي الداتا بيز والابلكيشن واللايرز اللي جايه بعد كده شويه حاجات ثانيه. بس كلمه اي ار بي مقصود بيها مش هل هي الابلكيشن بس ولا الداتا بيز بس، هي مقصود بيها ان الكلام ده على بعضه بيغطي جزء من البيزنس ولا كل البيزنس. يعني ممكن يبقى عندي داتا بيز وعندي ابلكيشن وعندي ريبورتنج وعندي كي بي ايز، دي بقيه المكونات شويه حاجات كده يعني، دول بيغطوا الحته الماليه فقط. لو دول بيغطوا الحته الماليه فقط ده ما اسمهوش اي ار بي. ليه؟ لانه بيغطي جزء من الريسورس. احنا قلنا اي ار بي اختصار انتربرايز ريسورس بلان، كل الريسورس. فلو ده بيغطي الماليه والمخازن والمرتبات والمشتريات و ده اسمه اي ار بي. فالفرق ما بين الاي ار بي والداتا بيز، الداتا بيز جزء من الاي ار بي. اوراكل فيها حاجتين، فيها اوراكل داتابيس، داتابيس فاضيه ما فيهاش اي حاجه وانت تعمل بيها السوفت وير اللي انت عايزه، وهم خدوا الداتابيس دي نفسها وعملوا بيها ابلكيشن وموديولز جاهزه وخلال قصه كبيره جدا اسمها اوراكل اي ار بي. يبقى في حاجه اسمها اوراكل داتابيس، داتابيس فاضيه زيها زي سيكوال زي 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 زي، او اوراكل اي ار بي لا ده موضوع تاني، ده كل الكومبوننتس دي موجوده بتغطي كل البيزنس. ماشي، ايه تاني؟ الشركات دي والبزنس ما هو اللي هو واحد، وايه الفرق بين الشركات التلر؟ يعني في بعض الشركات التلر هو بسبب التكلفه فقط ولا يعني عشان اناليسيس؟ يعني احنا كنا بنشيك مثلا اناليسيس مثلا هو ده كان الفرق بين الشركه والبورصه، ولا كان في فرق تاني؟ هو معروف البزنس واحد في الثلاثه صح؟ لا البزنس مش واحد. يعني ايه البزنس واحد تقصد؟ يعني هو اصلا علم المحاسبه نفسه بزنس ثابت، لكن بس خلي بالك اتفقنا ان دي ار تي مش محاسبه بس. هي في حاجات كتير يعني كويس؟ طيب هو اكبر اي ار بيز وورلد وايد اس اي بي واوراكل، وبعدين في حاجات تانية كتير، وبعدين في مايكروسوفت بلانت ما هياش يعني مش في حاجات مختلفة. كل شركة تختار انهي اي ار بي ده موضوع لوحده، ده موضوع في حاجات في ريسيرشز في كورسات بتتكلم على هاو تو سيلكت ان اي ار بي، اختار اي ار بي ازاي؟ في بارامترز كتير هي اللي بتتحكم اختار انهي اي ار بي، انا حجم شكله عامل ازاي؟ هل انا سمول ميديم بزنس؟ هل انا عندي فانكشنز مختلفه؟ عندي لوكيشنز مختلفه؟ ولا انا شركه صغيره؟ ولا انا مكتب؟ كل واحده بتناسب حاجه مختلفه، الفلوس جزء من الموضوع بس ما هوش كل الموضوع. ففي حاجات ممكن يبقى معاك فلوس كتير بس ما تشتريش اي ار بي غالي لان هو مش هيفيدك، ما تعملش مش مناسب بالنسبه لك. فالسيلكشن كرايتيريا للاي ار بي اختار انهي اي ار بي، او بيبتدي الاول بالبيزنس نيدز، انا النيدز بتاعتي شكلها عامل ازاي؟ اللي فيها تفصيلات طبيعه النشاط بتاعي، موجود في كام شركه، عدد الترانزاكشنز اللي موجود، الكومبلكس بتاعته، محتاجه كنترول، بروسيس معقده، فيها موافقات مختلفه، فيها حركه، فيها سيناريوز مختلفه، يبقى انا لازم اروح الاي ار بي كتير، في فانكشنز كتير مش حسابات بس. فالاس اي بي فيه فانكشنز كتير، اوركل فيها فانكشنز كتير، او لا ده انا عندي حاجه صغيره وعايز اكنترول بس المخزن اللي داخل واللي خارج، يبقى اي سوفت وير تيلورد هينفع، مش هيبقى اي ار بي، يبقى سوفت وير صغير. مفيش حاجه مش لازم كل الناس يروحوا ناحيه الاي ار بي. ايه الفرق الوظائف الاوليه مش الاوليه؟ كتير. لو احنا لما اتكلمنا هنا على الاي ار بي، الاي ار بي كبير، فقلنا الاي ار بي فيه دول، في الماليه حاجات كتير قوي، في الاتش ار في حاجات كتير قوي، في السبلاي تشين في حاجات كتير قوي، وهكذا. دور الاي ار بيز الكبيره بتغطي كل الكلام ده. لو انا اشتريت سوفت وير صغير مش هلاقي فيه كل الكلام ده، بس ممكن ما ابقاش انا محتاج كل الكلام ده. انا لو شركه صغيره فيها 200 300 موظف، بعمل عدد ترانزاكشنز قليل جدا، يبقى عمري ما اروح اشتري حاجه بالحجم ده، ده بقى اهدار للوقت والجهد والفلوس. تمام؟ لكن في فرق، طبعا في فرق كبير. السوفت ويرز الكبيره دي شغاله بقى لها 30 سنه، كل شويه بيطوروا بيدخلوا فيها نوع جديد، بيدخلوا فيها خبرات متراكمه كتير جدا. فديفنت ليها هتبقى فيها مميزات كتير قوي. بس هل المميزات تناسب الاورجنتيشن اللي انا بتكلم عليها ولا لا؟ ده موضوع تاني. لكن في فرق، طبعا في فرق ضخم. ومن ضمن الحاجات اللي احنا بنفكر فيها برضو مع احمد وهكذا ان احنا نعمل كورس مخصوص للاي ار بي. يوم او يومين بيتكلموا بس الاي ار بي. بالتفصيل احنا هنا بس بندي فكره عامه عن الاي ار بي. طب احنا لو اتكلمنا على الجزء اللي هو الفاينانشال،
يعني مثلا لو انا اخدته من سيرب مثلا هيردل اللي هو هو البيزنس سيرب يعني بيعمل مثلا بديزاين دي مختلف عن موجود مثلا في المانيا عن في امريكا لان البيزنس في امريكا مختلف المحاسبه في امريكا مختلفه عن بريطانيا عن فرنسا معروف انواع المحاسبه ولا هو سيرب مثلا ولا حاسب الاي ار بيز الكبيره الناس هم بتصممها عامل حسابه ان هو هيبيع في بلاد كتير قوي مش بس كده هو يغطي شركات ليها فروع كتير في شركه ليها فرع في المانيا وفرع في مصر وفرع فالناس بتوع مصر هيمشوا تبع نظام المحاسبه الموحد بتاع مصر بتوع المانيا وفي نفس الوقت عايز اجمع الكلام ده كله فالسوفت وير الكبير هيبقى واخد في اعتباره كل الاكونتنج سيستمز المختلفه اللي موجوده في البلاد المختلفه وكمان الريبورتنج المختلف انا عايز اجمع الكلام ده على بعض فالسوفت وير الكبير هيبقى هنا هيبقى عامل حسابه على الكلام ده هيبقى عامل حسابه ان في كذا عمله هيبقى عامل حسابه ان في كذا لغه يعني جزء من الموظفين هيدخلوا داتا بالعربي باقيين هيدخلوها بالانجليزي بالالماني بالفرنساوي هيبقى عامل حسابه على التحويلات الشركه دي مصر بتبيع لالمانيا فهو بيع في مصر لكن مشتريات في المانيا فالترانزاكشنز اللي ما بين بعضها دي بتخش تنزل يبقى عامل حسابه على السعوديه فيها زكاه ما فيهاش ضرايب مصر فيها ضرايب السعوديه الناس بتاخد من الشركات زكاه مصر الحكومه بتاخد ضرايب طب لما اجي اجمع الاثنين دول على بعض لو انا شركه اللي هي فرع في السعوديه وفرع في مصر هتعمل ازاي؟ دي كلها حاجات معقده سوفت ويرز كبيره بتاخد بالها من الكلام ده وبتحطه سوفت ويرز صغيره ما بتاخدش بالها من الكلام ده من ضمن الحاجات هنا المهمه جدا الاجريجيشن انا المفروض في جوه الاورجنايزيشن ما يبقاش واحد بيعمل ترانزاكشن وواحد بيابروف الترانزاكشن لان واحد مثلا بيعمل الشيكات مش هو اللي بيوافق على الشيكات لازم المسؤوليه دي مفصوله عشان ما يحصلش تلاعب في السوفت وير الصغيره ما بتخش بالك من الكلام ده خالص هو انت بتدخل بس الترانزاكشنز يعني في السوفت وير الكبيره بيبتدي يهتم مين مسؤولياته ايه فالشخص ده ينفع نخليه يدخل الفواتير بس ما يوافقش على الفواتير الشخص التاني يوافق الشخص التاني بيدفع سوفت وير صغيره ما عندوش الكلام ده لا انا بدي لك مثال مختلف الشخص ده هيشتغل على حسابين الشخص الثالث هيشتغل على ثلاث حسابات الشخص الرابع هيشتغل على كل الحسابات في حسابات مقفوله في حسابات مش مقفوله في حسابات صعب ان هي تيجي مع كوست سنترز الاي تي مش مفروض ان يكون عنده قطع غيار بتاع خطوط انتاج دي كلها امثله مختلفه ايه تاني حاولت اقولها بسرعه عشان الوقت لو انت عايز بريك بس عشان الباقي على الصلاه طيب لو احنا ناخد سيشن كمان مثلا ساعه الا ربع فاحنا ناخد 5 دقايق بريك نرجع على 11 وبعدين من 11 نكمل لغايه الصلاه ايه رايكم؟ خلاص ناخد 5 دقايق